عرب الشرق الاوسط، كل دول الشرق الاوسط ستتبرر من عندها، وعلى راسهم العراق الدوله المعتمده على النفط. اذا انغلق مضيق هرمز وانغلق مال البحر الاحمر انتهينا، يعني ما لا اكل ولا اجرب بعد لا برلمان. جيد، خلي جاوبك استاذ فنان. انت حطيت دونت بعد الملاحظات. دونت بس دخل شويه. ليش يعني مثلا هو يقول حق لك البنى التحتيه مالكم حتروح، واذا صارت مشكله حتى السيد احمد الله يغفر لك ويوفقك ان شاء الله، يعني كيف انا اتجنب الارعن؟ اروح اقول له اخوي ترى انت ارعن يا ابن الحلال، انا مالي شغل يا اخي. من البدايه مو قلنا له للحكومه، قلنا له قلت له قلت له تشلب حتى نرتاح احنا من هي ليش اول ضربه لو اخر ضربه؟ صار لنا كم سنه ننضرب؟ اذا ضرب لك المطار والبنى التحتيه انهاك خلاص. مو هي من الموقف السيادي المترتب على الحكومه، الدوله العراقيه مسؤوله مو فصائل يا اخوي. يا اخي تجنب الحكومه بان ياخذ الجيش العراقي القرار الامني. خلينا نعطيك مات الحكومه، الدوله العراقيه رئيس الوزراء، خلينا نعطيك مات الحكومه وبعدين ارجع اعطيني مجال شوي لو سمحت. يلا الزم الحكومه بتوصيات برلمانيه بالضربه الاولى قبل سنه ونص او نو، مقاطعه مثلا الأردن، توجيه رسالة حادة، تدوير المشكلة القضية، الذهاب للأمم المتحدة. هذه قرارات برلمان ألزمت الحكومة، والحكومة ما اتخذت أي قرار. هي من البداية اللي ما احترمك أنت ليش محترمة؟ ليش تتكفى شر الغير محترم من البداية؟ ايوه هم الفصائل. نعم وش تريد تدرسوا الإسرائيل او النتنياهو؟ ندخل حرام. ليش على الاقل افريقيا راحت جنوب افريقيا اشتكت، قال لك اذا اشتكت بالمحكمه، المحكمه اشتكي بالنتيجه. بيجي موقف العراقي وين عن سيادته من حفظ اجواء ام كان على ايران او كان على الاردن؟ يعني تعتقد هذا العالم كله حيهتم بالعراق؟ ما يخالف، مو هو الدوله محوريه العراق، مو دوله سهله. زين يراد للعراق ان يستقر، قرار دولي عالمي صح. انا ما فهمت استاذ منصور، مصادر الطاقه يعني كلها من العراق، الغاز اليوم الغاز كله بالعراق، النفط بالعراق، وين زي. هو مثلا الخليج نكت كل حاله بعد ما بي الاحتياط العالمي موجود بالعراق، واللي قاعد ينتج المفروض، وهذا اتفاق عالمي زي. البديل عن ايران العراق، البديل عن روسيا العراق. هو اذا ضربنا البنى التحتيه ضربنا المطار، يقول لك اذا سد لك البحر المتوسط والبحر الاحمر وسواك جزء وضربها كذا وانت عندك نفط ويوقفك بعد ما تاكل. لا اطمئنك إيه؟ كل الحروب العالمية ما غلقت من مضيق هرمز. إيه؟ كل الحروب العالمية تعتمد على إيران، ما تعتمد على إيران. شلون هاي المعلومات؟ يمتى انغلق سيد أحمد؟ مضيق هرمز انغلق بالحرب العراقية الإيرانية. وين انغلق الحرب العراقية الإيرانية؟ وين انغلق؟ شمو كان أنا أخويا اقرأ سياسة، كل سلاح نجينا من أول اقرأ تاريخ سياسي. شلون ما انغلق؟ هسا أنا ابن البصرة وأبوي كان يجيب سلاح، هسا يقول شنو؟ غلق في عهد الشاه. لا عمي ولا انغلق يوم مضيق خمس، هذه وحده. نرجع للشان الداخلي، خلي جابك خلي اسمع لي جابك. للشان الداخلي يقول هي الخدمات، هي وين الخدمات؟ انت تقيس خدمات جمهوريه باكملها من شمالها للجنوب على جسرين في بغداد؟ هذه اهم يقدر يرد عنها. لا هو قال لك نقطه، قال لك نقطه جدا مهمه. أي؟ جهودكم مشكوره في مجلس النواب، بس عن اي مجلس النواب تتحدثون بدون رئيس؟ بدون رئيس هسه جاي انا يقول اسوأ دوره بدون رئيس. شلون اسوأ دوره بدون رئيس؟ وليش القوانين المعطلة مو في زمن الرئيس؟ دورة الكتب الضربة الأولى مو في زمن الرئيس، الانتهاك الأول مو في زمن الرئيس، كيف كان أكو رئيس وما اتخذ شيء؟ زين أصلاً قاعد أقول لك أكو فرق بين أداء البرلمان وتشريعاته وبين أنه أكو رئيس وما يشرع، فرق. اليوم عندنا تشريع مستمر ما واقف، حضور كل الكتل السياسية سنتها وشيعتها وكردها وعربها وأعجمها كلهم حاضرين اليوم بالبرلمان، ماكو تغيب أي كتلة ولاكو مقاطعة. زين